الدرس الخامس: أمومة وإمام. وإني لمشتاق إلى أرض غزة، وإن خانني بعد التفرق كتماني. سقى الله أرضا لو ظفرت بتربتها، كحلت به من شدة الشوق أشفاني. الإمام الشافعي. بين يدي النص يحفل تاريخنا العربي الإسلامي بصفحات مشرقة لعدد من الأمهات اللواتي أنجبن القادة والعلماء الأفذاذ، وقمن على تربيتهم التربية الصالحة التي جعلت منهم رجالا ذوي شأن. ومن هؤلاء الأمهات أم الإمام الشافعي. القراءة. لعل أثمن ما يمنحه الإنسان لولده أدبا يرتفع به شأنه، وقيما تعظم به سيرته، ونصائح تنير دربه. وهكذا كان الإمام الشافعي، وهكذا كانت أمه. ولد الإمام الشافعي في مدينة غزة عام 150 للهجرة، وقد شاء الله أن ينشأ يتيما، إذ لم يمض على ولادته غير سنتين حتى توفي أبوه، وبقي في كفالة أمه، حيث نظرت الأم ابنها للعلم تجوب به البلدان وتقدمه إلى الشيوخ وتلتمس له مكانا في حلقات العلم، حتى صار الشافعي هو الإمام الذي ملأ طباق الدنيا علما وفقها وبلاغة وشعرا. حملته أمه وهو ابن سنتين، وأتت به مكة تعرف أهله به وتعرفه بهم، إذ هو ينحدر من نسب مطلبي قرشي، وأخذت تراوح لأجل ذلك بين غزة ومكة حتى أتم الشافعي 10 سنين، حيث مكث عند أهله يطلب العلم. وقد نشأ الشافعي رحمه الله فقيرا، لكن ذلك لم يمنع تلك الأمة من أن تورث ابنها قوة في الرأي وثباتا في الحق وصلابة في الشدة. وفي وسط هذا العقد من لآلئ الصفات لؤلؤة الأدب السامي والخلق الرفيع. لقد جاء الشافعي ذات يوم حيث كان يتلقى العلم على يد الإمام مالك بن أنس إلى مكة لزيارة أمه، وعندما طرق الباب قالت: من أنت؟ فقال لها: محمد بن إدريس. ثم قالت له: وبما جئتني؟ فقال لها: جئتك بالعلم والأدب. فقالت له: لست الشافعية. فحار من أمره، ثم عاد إلى أستاذه ومعلمه في دار الهجرة وقص عليه أمره. فتبسم الإمام مالك وقال له: يا شافعي، ارجع إلى أمك واطرق الباب، فإذا ما سألتك من أنت فقل لها: محمد بن إدريس. فإذا ما قالت لك: وبما جئت؟ فقل لها: جئت بالأدب والعلم. ففعل ذلك. فقالت له الأم: الآن يا شافعي. ولعلنا نلاحظ هنا أن الأم قد ردت ابنها إلى أستاذه بيقينها أنه لم يدرك الهدف والغاية، إذ قدم لها في المرة الأولى العلم على الأدب، فردته إلى شيخه ليحسن ويتيقن الهدف من العلم وطلبه، وهو الأدب والتربية. من أجل ذلك قال الإمام الشافعي: تعلمت من مالك الأدب أضعاف ما تعلمت العلم. الفهم والتحليل واللغة. أولاً نجيب عن الأسئلة الآتية: 1- كم سنة استقر الشافعي في مكة؟ 8 سنوات. 2- ما أثمن ما يمنح الإنسان ولده؟ الأخلاق والقيم الحسنة والعلم والأدب ونصائحه. 3- لماذا حملت أم الشافعي ولدها إلى مكة لطلب العلم؟ 4- ما الصفات التي ورثتها الأم لولدها؟ قوة الرأي، الثبات في الحق، الصلاة في الشدة، الخلق الرفيع. 5- نصل بين الشخصية والصفة التي برزت فيها. الشافعي: الصفة الأدب السامي. أم الشافعي: الصفة التضحية. مالك بن أنس: الصفة النصح. 2- نفكر فيما يأتي ثم نناقش. 1- عدم زواج أم الشافعي بعد وفاة زوجها لتعتني بولدها وتربيته أحسن تربية. 2- رد أم الشافعي ولدها
عن الباب عندما جاء من المدينة لزيارتها، تبين له أن الهدف السامي هو الأدب في المرتبة الأولى. ثالثاً، واحد نقول تعرف أهله به إذ جعلتهم يتعرفون إليه، ونقول تعرفه بأهله إذا جعلته يتعرف إلى أهله. اثنان، نقول فلسطيني إذا كان منسوبا إلى فلسطين، ونقول قريشي إذا كان منسوبا إلى قريش. المحفوظات بين يدي النص: كمال ناصر ولد في بيرزيت عام 1924 ميلادي، واستشهد في بيروت عام 1973 ميلادي. كان أحد المناضلين الفلسطينيين الذين حملوا لواء القضية الفلسطينية. حصل على شهادة البكالوريوس في الآداب والعلوم السياسية، وله عدد من الأعمال الشعرية، والقصيدة التي بين أيدينا يتذكر فيها أمه متغنيا بفضائلها: أمي وتصيح بي وتصيح تسألني عن سر آلامي وأناتي، فعيونها في الهم ترمقني وبظلها تعرى حماقاتي، قد هاجها ألمي وروعها حزني وأشلاء ابتساماتي، فمضت تهدهدني وتسرقني بحنانها الظمآن من ذاتي، وتردني ولدا وترجعني طفلا أعاني من شقاواتي، تستلهم الماضي تذكرني أحلى سويعاتي وأوقاتي، أماه أماه يا ظلي ومرآتي، أماه يا أغلى يا أغلى صديقاتي، إني أحس الكون يصخب لي ضاقت ملاعبه بغاياتي، فترفقي أماه واصطبري سأظل أعدو خلف زلاتي، سألمها في قبضتي وطنا فوجودها كل احتياجاتي. الفهم والتحليل واللغة: واحد، عما سألت أم الشاعر ابنها عن سبب آلامه وأناته. اثنان، يبدو حنان الأم على ولدها واضحا، نذكر ما يشير في الأبيات إلى ذلك: فمضت تهدهدني وتسرقني بحنانها الظمآن من ذاتي. ثلاثة، نوضح المقصود بقول الشاعر تسرقني بحنانها الظمآن من ذاتي، أي أن الأم تغمر الشاعر بحنانها الكبير. أربعة، كيف ترد أم الشاعر ابنها ولدا وترجعه طفلا عندما تهدهده وتغمره بحنانها فتذكره بأحلى أيامه. خمسة، تبدو علاقة الشاعر بأمه فريدة ومميزة، ندلل على ذلك من الأبيات: قوله أماه يا ظلي ومرآتي، أماه يا أغلى صديقاتي، وقوله فمضت تهدهدني وتسرقني بحنانها الظمآن من ذاتي. ستة، لماذا طلب الشاعر من أمه أن تترفق به وتصبر عليه؟ لأنه سيظل يصحح أخطاءه وسوف ينجح في نهاية المطاف. سبعة، يعود الضمير هاء في جملة سألمها على غاياتي. القواعد اللغوية: الفعل الماضي. نقرأ الأمثلة الآتية ونلاحظ الكلمات الملونة. المجموعة الأولى: واحد، ولد الشافعي في غزة ونشأ يتيما. اثنان، نظرت أم الشافعي نفسها له. ثلاثة، هذان العالمان درسا الفقه الشافعي. المجموعة الثانية: واحد، قال الشافعي لأمه جئتك بالعلم والأدب. اثنان، أم الإمام من اللاتي أنجبن العظماء. ثلاثة، حفظنا حكم الشافعي الشعرية منذ الصغر. المجموعة الثالثة: كثير من العلماء تتلمذوا على مذهب الإمام الشافعي وتأثروا به. بملاحظتنا الكلمات الملونة في الأمثلة جميعها،
نجدها أفعالا ماضية وهي مبنية دائما، فلا ترفع ولا تنصب ولا تجزم. وإذا تأملنا الأفعال الماضية في المجموعة الأولى، ولد، نشأ، نظر، درس، نجد أن الفعلين ولد، نشأ لم يتصل بآخرهما شيء، وأن الفعل نظر اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، وأن الفعل درس اتصلت به ألف الاثنين، لذلك بنيت جميعها على الفتح. وبالنظر إلى أفعال المجموعة الثانية، جاء، أنجب، حفظ، نجدها مبنية على السكون لاتصالها بضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل ونون النسوة وناء الدالة على الفاعل. أما الفعلان في المجموعة الثالثة، تتلمذ، تأثر، فنجدهما مبنيين على الضم لأنهما اتصلا بواو الجماعة. نستنتج: الفعل الماضي مبني دائما، يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء، أو إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، أو إذا اتصلت به ألف الاثنين أو ألف الاثنتين. يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل ونون النسوة وناء الدالة على الفاعلين. يبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. تدريبات: أولاً نقرأ الفقرة الآتية ثم نستخرج منها الأفعال الماضية ونبين علامة بنائها. لقد جاء الشافعي ذات يوم، حيث كان يتلقى العلم على يد الإمام مالك بن أنس، إلى مكة لزيارة أمه، وعندما طرق الباب قالت: من أنت؟ فقال لها: محمد بن إدريس. ثم قالت له: وبما جئتني؟ فقال لها: جئتك بالعلم والأدب. فقالت له: لست الشافعية. فحار من أمره، ثم عاد إلى أستاذه ومعلمه في دار الهجرة وقص عليه أمره، فتبسم الإمام مالك وقال له: يا شافعي، ارجع إلى أمك واترك الباب، فإذا سألتك من أنت فقل لها: محمد بن إدريس. فإذا ما قالت لك: وبما جئت؟ فقل لها: جئت بالأدب والعلم. ففعل ذلك، فقالت له الأم: الآن يا شافعي. ثانيا، نصل العبارات في العمود الأول بما ينطبق عليها في العمود الثاني فيما يأتي. 1. ساعدنا فقراء الحي. الفعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين. 2. الجنود التزموا بتعليمات القيادة. الفعل مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. 3. أكرم الرجل ضيوفه. الفعل الماضي مبني على الفتح. 4. المعلمتان أخلصتا في عملهما. الفعل الماضي مبني على الفتح لاتصاله بألف الاثنتين. 5. قرأت البنت من سيرة الشافعي. الفعل الماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة. 6. الأمهات سهرن على راحة أبنائهن. الفعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. 3. نصرف الفعل حفظة مع الضمائر المنفصلة ونلاحظ علامة بناء الفعل الماضي فيما يأتي. مثال: أنا حفظت القصيدة. نحن حفظنا القصيدة. هو حفظ القصيدة. هي حفظت القصيدة. أنت حفظت القصيدة. أنت حفظت القصيدة. هما حفظا القصيدة. هما حفظتا القصيدة. أنتما حفظتما القصيدة. أنتما حفظتما القصيدة. هم حفظوا القصيدة. هن حفظن القصيدة. أنتم حفظتم القصيدة. أنتن حفظتن القصيدة. الإملاء: كتابة الأسماء الموصولة. 2. أولاً، بعض الأسماء الموصولة تكتب بلا مين، وهي اللذان، اللتان،
اللاتي اللائي اللواتي. يستعمل الاسم الموصول اللذان للمثنى المذكر، أما الاسم الموصول اللتان فيستعمل للمثنى المؤنث، هذا في حالة الرفع. أما في حالتي النصب والجر فيستعملان بهاتين الصورتين اللذين اللتين. يستعمل الأسماء الموصولة اللاتي اللائي اللواتي لجمع المؤنث. ثانيا، نستخرج الاسم الموصول من الأمثلة الآتية ونبين دلالة استخدامه. ألف، هذان الطالبان اللذان تفوقا في مسابقة قطار المعرفة. اللذان المثنى المذكر في حالة الرفع. ب، جاءت اللاعبات اللواتي حصلنا على كأس البطولة. اسم الموصول اللواتي جمع مؤنث. جيم، إن الممرضتين اللتين قابلتهما من أخلص الممرضات. اسم الموصول اللتين المثنى المؤنث في حالة النصب. دال، مررت باللذين نالا إعجاب المستمعين في قراءة القرآن الكريم. اسم الموصول اللذين المثنى المذكر في حالة الجر. ها، تصالحت البنتان اللتان كانتا متخاصمتين. اسم الموصول اللتان المثنى المؤنث في حالة الرفع. ثالثا، نصوب كتابة الأسماء الموصولة في الأمثلة الآتية. ألف، عجبني البيتان اللذان قرأتهما للإمام الشافعي. اللذان. ب، الأمهات اللواتي أنجبن العظماء عظيمات. اللواتي. جيم، إن المدرستين اللتين تعلمت بهما مشجرتان. دال، رأيت المدن اللائي شيدت حديثا. اللائي. رابعا، نوظف الأسماء الموصولة الآتية في جمل من إنشائنا. اللواتي اللذان اللائي اللتان. حضرت المعلمات اللواتي أعددن النشاط. استشهد المجاهدان اللذان خاضا المعركة. اعتقل جيش الاحتلال النسوة اللائي نظمنا المظاهرة. التعبير، نعبر عن الصورة التي أمامنا بفقرة مناسبة.